اهلا وسهلا. مساء الخير يا عمي. لحقت ترجع من عند قرايبك في الختخت؟ الحمد لله. رحت بتخس؟ لا والله ما لقيتش تخسيات. امال عملت ايه؟ رحت ماشي؟ لا نطيت في ميكروباص. اي حاجه فيها كاف. كان واقف يقول ختخت ختخت رحت هو ناطر. واقف يقول ختخت. طبعا انت فرحان قوي. هو يقول ختخت وانت تضحك مبسوط. مش هتعرفني على اسم حضرتك صحيح بقى يا فندم؟ اسمي انا؟ ايوه انا اسمي رمضان. عاشت الاسامي يا سي رمضان. اهلا وسهلا. لا الاسم ثلاثي يمكن احب ارسلك بتاع. عشان الجوابات يعني؟ مثلا انا اسمي رمضان جورج خوهين. يا ريتني ما سالته. امه عامله هيئه الامم المتحده. انا عايزك في موضوع مهم قوي قوي يابا الحاج. انا طلعت امر. حضرتك وبنتك فرحانين قوي بابن الدكتور خميس. وانت ايه اللي مزعل حضرتك يعني بفرحنا احنا؟ طب استعد بقى للمفاجاه ورخز معايا. انا مرخز اهو. ابن الدكتور خميس ماله؟ ما هواش ابنه. ولا انا مستحملك بقالي كتير واضغط على نفسي واعصابي وانت منرفزني ليه بس؟ اتكلم كلام كويس يخش المخ. ما انا بتكلم كويس اهو. انت بتقول ايه؟ ابن الدكتور خميس ايوه ما هواش ابنه. ازاي يعني؟ يعني الدكتور خميس مش ابوه. ما هو طبعا بدال الواد مش ابنه يبقى الدكتور خميس مش ابوه. اوتوماتيك. اوتوماتيك. ايوه كمان بالانجليزي يعني. طيب ممكن حضرتك تعرف مين ابوه؟ طبعا اعرف مين ابوه. مين؟ انا ابوه. الله العظيم هزولت هزوة. ايه ده الراجل اتشل يا عيني. حول ولا قوة. ليه يا ربي كده؟ بنتي الشريفة العفيفة تطعني الطعنة دي. يا ريتني كنت مت قبل ما اسمع الكلام ده. انت بتتكلم جد يا ابني؟ طبعا بتكلم جد يا انخل. سيادتك متأخد؟ متأخد تماما. والمنيلة دي طوعتك ازاي؟ لازم سقيتها حاجة وسخة؟ لا ما سقيتهاش اي حاجة وسخة. قصدي اصفارة ولا يبقى الشيطان دخل بينكم بقى. شيطان ايه يا عم الحاج؟ احنا كنا نعرف بعض من زمان وكان في بينا قصه حب لاف ستوري. اخلص. الله الله الله. ايه ده ايه ده؟ ايه الزيطه دي؟ انت قاعد هنا بتعمل ايه يا جدع؟ انا مش ماشي يا خميس انا قاعد. الله دول طلعوا معرفه. الواد ده نصاب. كان ضحك عليك وقال لك ان هو ابو البيبي. ايوه انا ابو البيبي. قال قدام كذاب. امال مين ابو البيبي؟ انا ابو البيبي. الحمد لله سيبني عليه بقى. بس هو بيقول انه كان يعرفها قبل مني. وإذا كنت عايز تعرف الحقيقة أخطر أنا أعرفها قبل منه وأعرفها وهي معاه. والله أما تقول إيه محدش هيصدقك. بدل ما تموته تقول له والله أما تقول إيه محدش هيصدقك. أنت مش شفت البيبي؟ شفت. شبه مين؟ شبهي. طب عايز إيه؟ طب وهي الحكاية بالشبه؟ أمال إيه؟ طب إيه رأي حضرتك بقى إن أنا مصدقه عنك؟ ليه؟ ليه؟ لأن كل ما أخش الشقة ألاقيك. أسأله بتعمل إيه يقول لي أبدا أنا كنت معدي طلعت آكل لقمة وأشرب كوباية شاي وأريح شوية وأنسى. انا والله كنت بلاقيه بكسف اروحه غلبان. كسف تروحه؟ شحات. كويس انك انت لسه ما شلتش الكمبياله. اذا كنت بديلك فلوس يا استاذ عشان انت تخلف لي مش الغريب يخلف لي. بس اسمح لي اشرح لك.